هلو، شلونكم؟ شو اخباركم؟ شو تكونوا بخير؟ انسوا موضوع الاضاءه، الموضوع الاضاءه شويه مهلكت لان ما اعرف شنو قصاكم، مشاكل تقنيه فنيه بالاضاءه، لازم اعدلها واسويها كسوالف، لازم ارتبها. المهم، فدا اقولكم اليوم حروح اصور، اصوركم حلو فيديو ان شاء الله يعجبكم، فيديو جديد كلش حلو ان شاء الله يعجبكم. جربت شي جديد جربته وطلع تمام، فان شاء الله يعجبكم الفيديو، ان شاء الله تحبوه. وحاليا هالشكل احسن، واذا انتو جديد بالقناة سووا اشتراك بالقناة وفعل الجرس حتى يصلكم كل فيديو انزله. وشنو، ودا نزلكم الانستغرام والفيسبوك وكل سوالف على السوشيال ميديا، جوابها بصندوق الوصف، تابعوني عليها. يومي انزل سوالف كلش حلوه، كلش حلوه سوالف كلش حلوه انزلها، ان شاء الله تعجبكم. نبلش الفيديو. نشم الأول نجيب الشم وبعد الله صدقتي وقعت. طيبة بس شوية حادة، ها حادة الصوص، بس كلش طيب. بعد تاكو صاير سوفت، اكو سوفت واكو هارد، نختارين السوفت اللي هو ان شاء الله انه ما يخبص الدنيا، ما تروس للراس. ثانك يو شكرا، خذوا تساعدوني شوي. يا الله رهيب، طعم طيب طيب توقعت. عادي هارس اوكي، بس 10 كلش طيبين. مشعلي النار وما اعرف ايش هاي السوالف، ترى بس ما تدفي ابد يعني للمنظر فقط. شوبرز هنا كله اصلي. هسه اي محلات نفوت لها او نريد نفوت لها كلها معزله، بس الساعه
سبعة سبعة عشرة يمكن ربع. الحمد لله وشكرا. ما نقدر نسوي أي شيء. الفيلم، كافيهات، مطاعم، هيجي. بقية كلهم معزلين. بس أنا أذكركم الجو يجنن خرافي. تخيلوا هذا قبل سنة وثلاثة أشهر، لا أربعة أشهر، سنة وأربعة أشهر، أي سنة وأربعة أشهر العام شهر 11 ثاني مرة ما أجي، أي شهر 11 هذا طلع شربته، بقك بعد بعد سنة وأربعة أشهر وبنفس المكان بنفس المول بعد تشربه، ويا نفس صديقتي. في نفس الشخص حلاوه ونسنا. نحن الان في مترو من يريد كل حنية خاما بالقوة هي شو بدنا وترد لي ويا غيبتك طالت علي ويا غيبتك طالت علي ما بدك قاطع بيا كل هم هذا الخطيئة